من هون بدي انتقل لحضرتك ايضا بصفتك امراه عضو مجلس بلديه بيروت، وكنا عم نحكي عن دور المراه ومشاركه المراه في الحقل السياسي وفي الحقل الاجتماعي، وحضرتك هيك يعني صارك من 20 سنه، ما بدي كبرك لانك صارك من 20 سنه انه عامله وناشطه جدا في هذا 24 سنه في هذا العمل. كيف قدرت تستغلي هذه الخبرات اللي عند حضرتك لايضا تكوني قريبه اكثر من الناس، تعرفي شو مشاكلهم وشو اهميه ان تكون امرأة متواجدة أيضا؟ يمكن بعض النساء بيقولوا أنه شو بدنا نعمل بالبلدية، لا شو دور المرأة بكل مرافق الحياتية الموجودة؟ أنا بالنسبة لي موضوع البلدية والمرأة كتير 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 مهم. وجود المرأة بالبلدية هو ضرورة. نعم. حسب هلأ اللي عم شوفه، يعني أنا صرنا 7-6 أشهر بالبلدية، بعرف يعني أنا ولا مرة كان عندي شك بأهمية دور المرأة وين ما كان وكيف ما كان وبأي قطاع، بس بالبلدية تحديدا دورة كتير 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 ضروري، لأنه الجلد والنفس الطويل اللي الست عندها إياه مطلوب للعمل البلدي. يعني مثل ما بتدير بيتها المرأة، البلدية هي بيت كتير كبير، هو كل المدينة وكل تفاصيله اللي بتعرفي انت انه الستات يعني بيراعوا التفاصيل وبيهتموا وبيكونوا عم يعطوا كمان بحب اكثر، يعني صحيح يعني ما عندهم بعدين ما بيرضوا، يعني they don't take no for an answer، يعني ما بيرضوا انه مثلا والله هيدي ما بتزبط معنا، لا من جد هذا المشروع ايه يعني بتسكري لها باب بتفتح شباك، بتسكري لها شباك بتفتح سقف، يعني على طول الست بتضلها تلاقي. وانا بقول انه لازم الدوره الثانيه عن جد يكون في 12 ست ببلديه بيروت، وبلا يعني هيدي ضروره لتنجح البلديه. حضرتك رئيسه لجنه المكننه وتنظيم العمل البلدي، وانت اصلا يعني خريجه علوم كمبيوتر من الجامعه الامريكيه، هل يعني عم تستثمري هذا الاختصاص فعلا بمكننه كل شيء ببلديه بيروت، ولا اصلا كانت ممكننه وانت هلا بس هيك عم تعملي رتوش؟ يعني بالضبط عملك قد ايه هلا عم يكون استثمار لكل هيدي الخبرات كمان اختصاص؟ في استثمار كتير كبير بهيدي الخبره وهيدي الشهاده، مع علما انه انا خبرتي الأكبر يعني خلال كل حياتي خبرتي الأكبر بالعمل الاجتماعي اللي بلش بالكمبيوتر. نحن بمؤسسة مخزومي بلشنا بتعليم كمبيوتر، من هيك كان اللينك بينه وطلقنا بالإطار السوشيال. بس هلأ أنا مسؤولة عن المكننة ببلدية بيروت، وهلا يعني هاي فرصة نقول يعني انه خلال هالست شهور قدرنا نعمل تطبيق على التليفونات، تطبيق الكتروني على التليفونات، من خلاله في تواصل بيصير بين المواطن والبلدية، تواصل مباشر. يعني اذا عندك مشكلة شفتيها بتصوريها وتطلعيها نحن منحلها، اذا بتحب تعرفي التكليف تبعك يعني قدي عليك رسوم البلدية كمان، في اشياء على مراحل، يعني في مراحل قريبا جدا بتصير موجودة كفانكشنز. والمكنن العامة تبع البلدية كمان عم نرجع نقولها، الحق يقال بفترة من الفترات كانت بلدية بيروت عندها نظام مكنن كتير مرتب، بس لفترة تانية راح هذا النظام وبطل موجود، والبلدية اليوم منا مكننة. بس في خطة انه من هلأ لسنتين ان كل شيء يكون ممكنن، وبالتالي المواطن بيقدر يعني عن اللابتوب تبعه في يعرف كتير اشياء بحب انه يعرفها عن البلدية بكبسة زر. انا بدي اتمنى لكم كل التوفيق لهيدي الخطط، بس بدي اسأل حضرتك اخر سؤال اللي كنا عم نحكي فيه عن الطاقات، سواء الطاقات النسوية او الطاقات الشبابية او الطاقات ايضا يعني طاقات الرجل بكل مختلف انواع الحياة ومضامير العمل، كيف عم تقدروا ترجعوا وتستثمروا هذه الطاقات؟ كيف عم تتوجهوا لكل هذه الفئات انه بيروت للكل وكل مسؤول؟ صح، ونحن عم نمشي بسياسة الباب المفتوح، يعني نحن كل نهار خميس فاتحين بابنا لأي حد مواطن إنه أو مجموعة مواطنين يجوا يخبرونا عن اقتراحاتهم، عن طموحاتهم، عن تطلعاتهم، عن شو بدهم من البلدية غير شكاويهم. وكمان الجمعة في عند ساعات المحافظ في النهار مفتوح. نحن الشراكة مع المجتمع المدني والمحلي ومع الناس، مع كل الجمعيات، يعني هون كمان أنا بحب أقول إنه الجمعيات كلها اللي هي كتير نشيطة وناشطة بلبنان
بلبنان وببيروت خاصة. نحن بابنا مفتوح لإلها كلياتها إنه يعني أن تتضافر هيدي الجهود ونخلق يعني نعمل نوع من يعني نوسع كل ما نوسع الأفكار ويكون شابو البلدية بيجمع كل هيدي الجمعيات لتقدر يعني نكمل بعضنا مش لنكرر ولا شيء. ومنشوف انه في عنا هون جاب في يعني جمعيات فيها تشتغل على العمل التنموي بالبلديه وتساعدنا اكثر بكثير من اي صحيح شيء يمكن آخر. كل ما كانت هذه الجمعيات هي في حدا عم يتابع معها كل ما انتاجها وشغلها وخططها بتكون واضحه اكثر، لانه كمان بنشوف بعض الجمعيات الغير واضحه الاهداف والمخطط، فهيك لما بتكون بلديه عم ترعى بتكون الامور بتكون يعني عم تروح بالمحل اللي بالاخر كل عم اقول لك هالجهود كلها بتوصل لمحل واحد كلنا بنقطف منه، وهي بتكون اصلا صله وصلنا مع المواطن اللي كتير بهمنا امره وبهمنا نسمع له. بس اكيد مش كل يوم فيك انت تسمعي لكل المواطنين، فهيد الجروبات من الجروبات من المجموعات كتير بهمنا انه ننظم عملنا لنقدر نوصل الصوت. اليوم حلوه هيدي الافكار اللي بتمنى كمان يعني اكثر من بلديه تكون عندها نفس الخطط، لانه هيدا الشيء بيرجع بهم المواطن، والمواطن لما بحس حاله كمان مسؤول عن هذا الموضوع وشريك فيه بيقدر ينتج اكثر. رئيسه لجنه المكننه تنظيم العمل البلدي في بلدية بيروت، عضو بلدية بيروت، السيدة هدى الأسطى قصقص، شكرا كثير لحضرتك. شكرا لكم، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.